السلام عليكم ورحمة الله خوتي وخواتاتي في حلقة جديدة. كنتمنى هاد الحلقة تلقاكم بأفضل صحة وحال وتكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم واحد الحلقة خاصة للناس اللي تيقلبوا على مكملات غذائية ديال دكتور نوتريسيون ولا ناتورال فاكتورز، عدة أنواع ديال المكملات اللي هي زوينة ديال شركات مختلفة، واللي كنت قلت لكم راها كاينه في المحطه ديال القطار ديال بوغ، دابا تحولات ولات في الشارع ديال هنا في درب عمر في شارع حسن صقلي بالضبط. ان شاء الله غادي نحط لكم حسن صغير تنحط لكم في صندوق الوصف العنوان والرقم تاع الهاتف باش ما تلفوش الناس اللي ساكنين في الدار البيضاء باش يجيو لها مباشره باذن الله. وقبل ما نبداو في الحلقه ان شاء الله، قبل ما نبداو الحلقه اولا، الناس اللي مازال ما تابوناش تابونا في القناه، ديروا جيم لا فيديو فضلا لا امرا وضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد اعمال ديالي، وما تبخلوش عليا بالاراء والقصص اللي كتعاودوها اللي كتحفز الناس اللي مراضين ان شاء الله. كيف ما قلت لكم غادي نصور لكم مكملات كتشوفوا كاينين مورايا، انا غنقلب الكاميرا باش تشوفوا كل شيء ان شاء الله. غادي نبدا لكم هنايا، هنايا الدراري اللي تيبغيو لي فيتامين على حساب السبور، ها هما كل شيء كاين هنايا. وغادي نوريكم بزاف ديال لي فيتامين كاينين هنا، ها هما لي فيتامين او. مهم غادي تجيو غادي تسولوا على بزاف د الحوايج. اللي سولت على دابا اللي تقادات في الستوك هي السيلينيوم، وليني مازال ان شاء الله غادي يجي. كاين الجرافيولا، كاينه لا مورينغا، ها هي المورينغا، وحنا مرضى السرطان مزيان لنا المورينغا. كاين تاع الجينسينغ غوج، جينسينغ غوج راه عارفين كيكون في كوريا الجنوبيه عندهم نوعيه مزيانه. كاين تاع التوم الجرافيولا، ها هو اني نيت غادي ناخذ ان شاء الله شي علبه اليوم ليا غادي نديها معايا. مازال غادي نوريكم هنايا، هما ديال الكارتيلاج ديال الشارك الغضاريف، ولا على حساب الناس اللي عندهم مشاكل في المفاصل. انا الاب ديالي كان كيستعملو راه مزيان كيخفف الالم. فوالا لي فيتامين، فوالا هادي الجينكو بيلوبا حتى هي مزيانه للسرطان. هادو ديال الحلبه، ها هما الناس اللي ما تيبغيش يشرب الحلبه وما كيستحملهاش يقدر ياخدها جيلول. ها هما ايضا لتنزيل الوزن. وبالنسبه هذا الجرافيولا قلتي ليا فيه 100 حبه، 100 حبه. هذا لو بروبوليس، وهذا لا جولي رويال، وهذا ايضا بروبوليس. كاين اختلاف غير في التركيز ديال دابا، بجوجهم مزيانين غير وحده فيهم كيف ما الاخ كان ذكر ليا بانه كاينه وحده فيهم اللي التركيز ديالها زايد شويه، يعني كل حبه مثلا كنلقاو فيها 250 غرام، وحده لقينا فيها 225 غرام. ها انتما كاينين بعض المكملات اخرين، هذا اللي تنزيل الوزن، وهذا كيعطينا الطاقه، وهذا على حساب الاطفال الصغار اللي كيكون عندهم الهرمون ديال النمو يعني معطل شويه، هذا باش كيساعد على النمو. كاين الزنك زائد لا فيتامين بي 6، كاينه الجلوتاسيون راه اللي كيف ما كتشوفوا معايا اللي تيكون في شوكه الجمال، اللي كيكون في التورميريك اللي هو يا الخرقوم بلدي. هنايا كيف ما كتشوفوا هنا كاين عاوتاني تاع زيت تاع الزيتون، اوراق الزيتون لتخفيض ضغط الدم، وحنا الناس اللي ما تيقدروش على ديك المذاق راه غيشربوا فانيده، انا راه تندير الوراق. والجينسيك، وهنايا ديك تاع السريعه تاع القرعه الحمراء، والكارتيلاج ديال روكا ايضا، وبعد الامور اخرى. والناس اللي باغيين يخفضوا الوزن وديك القهوه الخضراء او الكافي فيغ، هو كاين عندهم حتى هو ايضا، غير جيو مرحبا بكم، انا نخلي لكم العنوان وكل شيء باذن الله.
بالنسبه للشركه ديال دكتور نيتريسيون موظف اخصائي في التغذيه اللي غادي تقدروا تجيو عنده ديروا اول كونسلطاسيون هنا في المحل اللي كتكون مجانيه، اشنو كيعبر لكم فيها الوزن، كيشوف لكم فيها الضغط، كيشوف لكم فيها الطول، كل شيء هاد الامور على حساب باش تقدروا تبعوا معاهم اللي بغيتوا من بعد باش تنزلوا الوزن ديالكم. الناس اللي كيعانيوا من السمنه او كيعانيوا من الوزن الزائد عندهم مشاكل وبغينا نحيدوا شويه ديال الشحمه او الدهون غادي يجيو ان شاء الله عندهم، وعندهم احدث التجهيزات، يعني الميزان اللي غادي نهضر لكم عليه غنصوروا لكم دابا باش هما كي يعني يعبروكم ويديروا لكم هذا الشيء كامل. والمشرف هنا خلى ليا في البيرو ديالو واحد لاباج اللي غادي تشوفوها معايا كتبين لكم بعد النساء اللي تبعوا معاهم لمده 3 اشهر وشحال كان الوزن ديالهم في الاول وشحال ولا باذن الله. هذا هو الجهاز كيف ما كتشوفوه معايا، ها نتوما فيه الطول فيه العمر وهنايا هذا هو يا كيفاش كيخدموا هما يا اون اوف كيفاش حتى كيخدم. وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا هذه هي الصوره اللي قلت لكم اللي فيها الوزن. حنا خدينا واحد المره وحده بعدا كينا لقيناها اللي ما شاء الله نزلات واحد 22 كيلو ونصف في ظرف 3 شهور. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا الفحص مجاني كيف ما قلت لكم، ومرحبا بكم عند دكتور نوتريسيون، نتلاقاو ان شاء الله في حلقات اخرى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى اللقاء.